السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور مع بعض فيديو جديد، وهنعمل برضو وصفة كويسة جدا. الناس اللي طلبت وصفة لزيادة البيض إن شاء الله تشوفوها معايا النهاردة، وكمان الوصفة تبقى علاجية كويسة جدا للمشاكل المعوية. طبعا يا جماعة النهاردة أنا عملت لكم الفيديو وأنا واقفة كده، والجو عمال هوا بقى والشديد ومش عارف إيه، والدنيا بقى عمالة. فاحنا ان شاء الله كده هنعمل وصفه كويسه قوي بتعالج معانا كل المشاكل دي. فحتى لو انتم معايا يعني سامعين صوت المشمع بقى عمال يتطوح شمال ويمين، اللي هو بجد والله يا جماعه شديد، علشان كده انا بقول لكم خدوا بالكم الايام دي. سامعين صوت المشمع؟ لان انا اصلا حتى مشمع فوق. الايام دي الجو هوا والعدوى تكتر والفيروس هيكتر، فخدوا بالكم من الموضوع ده كويس. نسمي الله ونحط لايك للفيديو، وصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وشيروه علشان ناس كتير تستفاد من وصفتنا النهارده. وصفتنا النهارده يا جماعه هتبقى من احسن الوصفات لزياده البيض، وحاجه مهمه جدا هقول لكم عليها. بس لما ندخل جوه يلا كده عند الطيور وناخد الوصفه معانا وناخد الاكل ونلفهم، هقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا. في ناس كتير بتقع في الغلط ده يا جماعه وفي الوقت ده، وبالتالي الفراخ بتموت عندهم، اللي هي ايه؟ بصوا بقى انا عامله لهم ايه، مقطعه لهم عيش اهوت، ده كده بحط منه للارانب وبحط منه للطيور علشان، وجايبه برده سيرس وجايبه حاجات حلوه هتشوفها ان شاء الله معايا. تعالوا بقى يلا كده نعلف الطيور مع بعض. زي ما انتم شايفين الروم هنا يا جماعه، انا كنت عايزه اعمل لكم والله فيديو اقول لكم بسم الله ما شاء الله الروم كله باض في المكان شايفينه ده، اللي هنا كله باض ما شاء الله. علشان كده انا حطيت طبق كامل، طبق كامل في الفقاسه، وان شاء الله برده لو طلع حاجه هوريها لكم. بس ادعوا معايا بقى، يقول يا رب يكون الديوك دي بتكسره، لان طول ما انا مش هنا ما اعرفش بقى هم بيكسروا لوحدهم، الله اعلم. اما كنت في المكان اللي هناك كنت انا اللي بخلي الديك يكسر الروميه، وهما كانوا واخدين على كده. فهنا بقى مننا يعني ايه ما بجيش كتير، فسايبهم بقى وهما وظروف. اللي هيطلع بقى هيطلع، واللي مش هيطلع هو وظروف. تمام، تعالوا بقى كده يا جماعه يلا هنعلفهم الاول عشان نحط وصفه. الوصفه بتاعتنا النهارده ان شاء الله هتبقى من احسن الوصفات لو انت داومت عليها. عايزاكي بس تمشي عليها كده اسبوع، يعني ايه تعملها مرتين ثلاثه في الاسبوع وشوف النتيجه معاك. هقول لكم بقى على الحاجه اللي انا قلت لكم عليها، ان الفراخ يا جماعه بتموت في الوقت دي ليه. كان في حد في الكومنتات قال السؤال دوت، فانا قلت برده لازم اقوله علشان كلتنا نستفاد منه من السؤال ده. نعلف الطيور بتاعتنا الاول كده علشان ما تعملش صوت، وبعدين اقول لكم. تعالوا بقى نحط لهم الاكل بتاعهم اهم. بصوا بقى الاكل اللي جايبه فيه ايه، في علف بياض وفي غله. خلي بالكم الغله دي ما شاء الله بتخلي الفراخ ما شاء الله كويسه جدا، فانا كان عندي شويه غله كده قلت اقلبهم على العلف. وفي دش برده داخله في العيش بقى، هحطهم شويه كده اهوت اهو ياكلوا كلهم. بصوا بقى السرس، انا جايبه لهم سرس كمان، يعني مش هنحرمه من حاجه. بصوا السرس بقى لو انتوا لاحظتوا معايا كلته ابيض ازاي، بصوا في بياض كتير، تحس ان هو في بياض كتير. خدوا بالكم يا جماعه الحته بتاع الرز دوت ده بسم الله ما شاء الله احسن غذاء، احسن غذاء للطيور عندك. ده بيخلي ما شاء الله البيضه بتاعت الفراخ تكبر، ما بيخليش البط ولا الفراخ تربي دهون، ده كويسه جدا له. حتى يمكن في ناس كتير بتجيبوا بتعملوا عليها في المواشي. العيش بقى اهو، نقلب لهم شويه عيش كده عشان تبقى ايه الوجبه بتاعتهم كامله. يعني نسمنهم بقى كده بشويه ميه ونسيبهم ياكلوا. نسمن لهم شويه ميه كده اهوت اهو، يا دوبك ايه تنسيم بس كده علشان ما يبعترهوش. يلا نسيبهم بقى ياكلوا كده ونحط لهم الميه ونحط الوصفه بتاعتنا كمان. ان كان في حد يا جماعه قال لي ان اللي ينفع ان انا اقصقص في الفراخ في الوقت ده. بص هقول لكم على حاجه، انا طبعا جاوبت في الكومنت وكده، بس انا قلت السؤال ده هوت في ناس كتير هتقع فيه. اكبر غلط يا جماعه الوقت اللي احنا فيه ده هوت ان انت تقصصي في الفراخ. هتبص على طول تجي لها، يعني هتبص على طول هتلاقيها لا قدر الله هتلاقيها ماتت منك. ليه بقى؟ علشان زي ما انتم شايفين النهارده وشايفين الجو عامل ازاي، بصوا كده سحابه وهواء وتحس بقى ان الشتاء رجع من تاني. فالناس اللي هي حابه تقصقص يا جماعه الطيور بتاعتها اصبروا عليها شويه، يعني اصبروا كده عليها شويه لغايه ما الجو يتظبط ويبقى حلو. محدش يقصقص الطيور خالص دلوقتي، وحاولوا بقدر الامكان. بصوا بصوا بقى شوفوا اللي شوفوا المكان، المكان مفتح، الفراخ عندي هناك والبط بسم الله ما شاء الله ما فيش حته. يمكن انا مطلعه في العيش عشان هناك اللي عصت فراخ صغيره خالص بتاعت الفقاسه، بسم الله ما شاء الله لا في حاجه تعبت ولا في حاجه صابها اي حاجه. المكان ده علشان طبعا مفتوح زي ما انتم شايفين اهوت، والجو بقى عمال اهو زي ما انتم شايفين، تحسي بقى ايه الفرخ بيبرد منك بيكش يموت كده. فعلشان كده اتمنى يعني المكان بقى مش جنب البيت اول حاجه، فكل فين وفين على ما باجي
فما بلاحظش بقى الفرخ اللي لقاها تعبانه او كشه ولا كده. فانا كنت عملت لكم فيديو قبل كده يا جماعه وكنت وريتكم يعني اليومين دول حصل فيهم ايه. فعلشان كده نحاول ان احنا نقفل على قد ما نقدر نقفل من الهواء دوت، لان الهواء ده بيبقى فيه عدوى فيروس ومش مظبوط. اما الجو بقى يتظبط نبدا ان احنا ايه نسيب فرخنا براحتنا، ما نحملش همها في اي حاجه. تمام، تعالوا بقى كده نشوف الوصفه احنا عملناها ازاي، وحطوا لايك اللي محدش لايك يا جماعه، ويلا بينا. ودلوقتي يا جماعه نعمل الوصفه بتاعتنا. وصفتنا النهارده عباره عن ايه؟ زي ما انتم شايفين كده اهوت، ده الشعير. تمام، حوالي كده نص كيلو او ربع كيلو، يعني على حسب الكميه اللي عندك. ده معايا كده اهوت الكميه ديت اللي انا ان شاء الله هعملها طيور عندي. ومعايا بعد كده برضو ايه، دي احسن وصفه لزيت البيض، ده يا جماعه الكزبره الحصى. تمام، وخلاف كمان اللي هي لا يعني فوائد زياده البيض كمان كويسه جدا للمشاكل المعويه. انتوا طبعا عارفين الايام دي بقى الجو يعني ايه بيبقى فيه تغيرات. بس بقى الكمون، معلقتين كمون برده اهو، ده كمان معلقه. تمام كده ماشي. معنا بقى العشبه بقى الجباره، الجباره اللي انا اقول لك عليها ان هي فعلا جباره وكويسه جدا في زياده البيض. العلبه اللي انتم شايفينها معايا دي يا جماعه، ده بسم الله ما شاء الله، ده اللي خلت الفراخ معايا تكر بيض. جربوها وفعلا هتلاقوها كويسه جدا. العلبه دي بتيجي من عند العطار تقريبا، يعني السعر بتاعها مش غالي، تقريبا ب 10 جنيه او حاجه زي كده. بس ما شاء الله لها فوائد كتير جدا. حتى لو انت عندك فراخ صغيره ولا حاجه حط لها، لانها ايه بترفع المناعه بتاعت الفراخ، بتخلي الفراخ عندها حيويه وكويسه جدا. تمام، تعالوا بقى كده بناخد برده منها كده معلقتين. هي كده يعني ايه كده الكيس كان مفتوح غلط. بصوا بقى يعني ايه، هاخد بس معلقه واحده بس. تمام، ودي احسن وصفه هتجربوها معايا وباذن الله هتجيب معاكي نتيجه. انا عملتها النهارده ليه؟ لان في ناس كتير قالت يا ام شيماء عايزين وصفه لزياده البيض. طبعا انتوا عارفين ان وصفات البيض كتير جدا، وفي ناس شكرت فيها وقالت جابت معايا نتيجه. هقول لكم برده على وصفات تانية، ويعني هتبقى برده احسن من الوصفات اللي ان شاء الله شفتها معايا. تمام، هننزل عليهم بقى ايه بالميه المغليه كده. كل ده انا هعمله في رجل ميه. اهم حاجه، اهم حاجه هتغطي الحله دي كويس جدا بغطا، علشان طبعا الزيوت الطياره انا عايز استفيد منها، ومش هسيبها غير ما تهدى معايا خالص وكل البخار اللي على الغطا ينزل فيها. اهو اقلبها، بس اقلبها كويسه كده اهو اهو. وتعالوا بقى كده يلا نروح على النار ونسيبها بقى تغلي كده حوالي 10 دقائق على النار هاديه، ونرجع لكم تاني. يلا، وده يا جماعه بقى الوصفه بتاعتنا بعد ما عملناها بقت بالشكل ده كده. هنبدا بقى نحط لهم على الميه اهي. يبقى انا كده دلوقتي حطيت لهم على الميه. والاحسن كمان لو انت عملت لهم الوصفه ديت على الريقه تبقى كويسه جدا. من جهه خلي بالكم الوصفه ديت لزياده البيض، ومن جهه كمان علاجيه. الكمون والكزبره اللي احنا حطيناهم دول من احسن الوصفات يا جماعه في المشاكل المعويه. ان شاء الله برده هيبقى في وصفات ثانيه جايه كتير هتبقى كويسه جدا. ده علشان الناس ايه اللي سالت على الوصفات لزياده البيض. خدوا بالكم بقى يا جماعه الشعير والكمون والكزبره انا ما رميتهوش، شايفين ده انا جايباه بقى علشان اقلبه على الاكل بتاع ايه بتاع الطيور اهو. طبعا احسن اكل يعني من احسن حاجه لزياده البيض الشعير. حطيت الكمون والكزبره والشعير على الخلطه بتاعت الاكل زي ما انتم شايفين اهي. الميه بتاعتهم حطيتها على الميه بتاعت الشرب، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله الفراخ عمالين بيشربوا منها اهيت. فدي يا جماعه دايما نعملها حتى على الاقل مرتين في الاسبوع وشوف النتيجه، هتلاقي ما شاء الله النتيجه كويسه جدا. الشعير المسلوق بقى والكمون طبعا، لان انا كنت حاطه كمون حب حصى وكزبره حصى حطيتهم على الاكل بتاع الفراخ، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله بياكلوا منها كويس جدا. الشعير يا جماعه من احسن الحبوب اللي انت تحطها للفراخ عندك لزياده البيض. تمام، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وشيروه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.